هذه الشروق لم تكن صفوية يقيد معصمها المركز، ولم تقعدها الحاجة في مسامرة الحضر. لذا ولدت اليوم حرة تجوب كل مكان في السودان وتعود للمدائن زاهية باهية. الحضور الكريم، أهلا بكم مرة أخرى. هذه فواصل لبداية مباركات من خارج السودان بانطلاقة الشروق، ثم بعد ذلك نستمع إلى عضو مجلس الإدارة ورئيس اتحاد أصحاب العمل السيد هشام الصوبات. مرحبا به ومرحبا بكم، ولكن دعونا أولا نشاهد هذا الفاصل من المباركات من خارج السودان. أهلا بكم. أهنئ الأسرة الإعلامية السودانية والعربية عموما بتدشين قناة الشروق، التي أتمنى بل أتوقع جازما أن تكون إضافة نوعية في هذا الفضاء الواسع. لقد تبعت بعض الجهود التي بذلت تهيئة لهذه الانطلاقة، ولاحظت الاهتمام بالجيل الإعلامي الشاب، وهذا أساس متين تبنى عليه القناة ويرفد رصيدها من ذوي الخبرة والمهارات. وأتوجه بالتحية هنا لزميلنا الإعلامي المتمكن الأستاذ عاطف إلياس ذي القدرة والصبر، ولكل زملائه حقيقة. أهنئ الجميع مرة أخرى وأتمنى لكم دوام النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. نتوجه بالتهنئة للإعلام العربي أولا، ثم الإعلام السوداني بهذا الصرح الجديد الذي سيحلق في سماء الإعلام العربي تحت رعاية الزميل الصحفي المخضرم عاطف إلياس، وهو رجل يمتلك الكثير من الخبرة الإعلامية ليست المحلية فقط بل العالمية. متمنين لكم الحظ والتوفيق إن شاء الله للإعلام السوداني والإعلام العربي. الشروق شمس السودان التي لا تغيب، هي شمس عربية إفريقية لافحة بالعلم والمعرفة، تنير الدروب، تثقف وتخبر وترفه عن الجمهور، وهي ما نحتاجه في عالمنا اليوم المتسارع. تحية وألف تحية إلى الشروق والقائمين عليها، ونتمنى لها شروقا بدون غروب. تحياتي الطيبة من لندن، وأستغل هذه المناسبة لأتوجه بخالص التهاني إلى الصديق الحميم عاطف إلياس وتهنئته بهذا المنصب الجديد، ومن خلاله أتوجه إلى كل من التحق بهذا الصرح الإعلامي الجديد في السودان أن أهنئكم بهذه القناة، وأتمنى لكم من أعماق القلب كل النجاح والتوفيق. ما أحوجنا في عالمنا العربي الآن إلى مزيد من القنوات التي تهتم بحرية الفكر والإبداع وحرية النشر والصحافة والنشر وغيرها، لأننا بحاجة ماسة إلى هذه الحرية في عالم متغير.